السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معكم زياد، هذا أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. شرف لي الكبير التقيكم. قبل ما أبدأ في هذا الفيديو، عندنا دورات هي 8 محاضرات، اشتراك شهري يتجدد كل شهر أونلاين لمختلف دول العالم طبعا. أما في بغداد اللي يحب أنه أذهب له أوكي، أو يحب أونلاين أو أذهب له، رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو. اليوم احنا عندنا إحدى الأغاني التراثية فعندنا إحدى الأغاني التراثية، هذا مو انصاف منك لأحد الأخوة، راح أسألك لا صل لا سي لا صل لا صل فا مي فا صل لا صل فا لا صل فا فا مي فا مي صل فا مي ر فا فا مي صل لني مي ر مي دو دو ر مي ر دو سي مي ر دو سي دو با دا سي لا سي دو سي لا صل لا سي لا صل فا صل لا صل دا دا سي لا سي دا 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 سي لا سي دا صل لا سي دا 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 ر دا سي لا سي دا سي لا صل لا صل فا صل صل فا مي فا صل مي فا صل بعد مي فا صل صل لا سي لا صل فا لا صل فا مي مي فا صل لا سي لا صل لا صل فا مي مي فا مي فا صل فا مي ر فا فا مي صل مي ر مي دو دو ر مي ر دو سي مي ر دو سي دو. هذا شيء بسيط تعليمي، لانه احد الاخوه طلب من عندي، طبعا يطلبون كثير من الاغاني، لكن هي وحده تلو الاخرى ان شاء الله ابلش بها. احدى الاغاني التراثيه العراقيه الاصيله، وان شاء الله نحاول ننزل لكم اكثر من اغنيه حسب الوقت، ودائما ناكد على الموروث العراقي والعربي، وهذا شرف لي الكبير. أديت لكم هذا الشيء البسيط، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. أهلا وسهلا بكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وشرف إلي الكبير. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.